السلام عليكم، معكم فاتن ترى الحرج، خريجة المعهد العالي للمسرح والمشهد الثقافي. تخرجت في 2012 وبديت لا كارير ديالي في التمثيل. منين وانا كنقرا اون باراليل كنت كنخدم واحد شويه، والحمد لله منين خرجت راني شديت الطريق شويه بشويه حتى وصلت دابا لعندكم. والصراحه العمل اللي كانت زعما من احسن تجارب دوزت في حياتي في التلفازه. العمل لا قلت بحال كانت عليا فتحه خير، واش فهمتي؟ يعني بحال فتحت لي طريق بزاف ديال الحوايج وعرفتني على الناس، والناس حبوني في داك البيرسوناج الرقيه، والحمد لله يعني كانت حاجه زوينه، كانت بدايه زوينه بالنسبه لي انا كممثله، وكانت بدايه ناجحه الحمد لله، وجات من مورا عرضه الوالده حتى هي بحال قلتي كملات ديك البدايه اللي بديت. وهي عرضه الوالده كانت عيطات لي المخرجه زكية الطاهري، كانت عيطات لي قبل حتى اللي خدمت معها شغلت معها في العمل لا، كانت عيطات لي قبل وعلمتني قالت لي راه ملي غتكوني معايا ان شاء الله فرضت الوالده وراه عندي لك واحد البيرسوناج زوين. صافي من بعد ملي قربت تورناج تلاقينا عطاتني السيناريو ديالي تفهمنا قريت دو بيرسوناج شويه كومبوزي فهمتي شويه صعيب، شخصيه ماشي شخصيه عاديه وماشي سهله وماشي ماشي يقدر اي واحد يقدر يلعبها، فهمتي؟ ماشي زعما كنفتخر براسي ولا شي حاجه، ولكن بصح سعاد كومبوزي تري داك لو بيرسوناج تري كومبوزي فهمتي، في عندها خاص تخدم بزاف ليموسيون، خاص بصح تحسي بها صادقه داكشي خارج من الداخل. مسكينه تكرفصات بزاف في حياتها، كانت كتبغي واحد الانسان اللي ما كملاتش معاه وكان شحال تمسني ملي كتسناه، في الاخر كياخذها صاحبه يعني ماشي حتى شي واحد اللي براني ولا بعيد ولا فهمتي، راه قاصحه بزاف. وعاد دابا تشوفوا مازال الاحداث اللي غادي تجي من بعد، وغادي تشوفوا ديك البنت مسكينه شنو غادي يدوز عليها وشنو غادي تعيش. يعني وانا بصح سعاد تعاطفت معها بزاف وبغيتها بزاف وحسيت بها وحسيتها من قلبي، يعني كاع دوك لي سيكونس اللي صورت كاع دوك لي سين اللي دازوا راه بصح راه كنت كنخرج من راسي وكنت كندخل عند سعاد، يعني راه بصح ديك راه سعاد راه ماشي فاطمه زهراء الحرج. وصراحه هادشي كان حتى يعني حتى ما نكتبش عليك حتى المخرجه يعني حتى كانت كدير مجهود معايا وكانت تخدم معايا لو بيرسوناج وكانت كتجي وكتهضر معايا وكتورينا شنو ندير، يعني حتى هي عندها فضل عليا، يعني ماشي هو بصح راه انا كان عندي يعني انا خدمت وداك المجهود ديالي، ولكن راه هو مجهود مشترك كنعيش مع ليستواغ، كنعيش مع الشخصيه، يعني راه ما كندير حتى شي حاجه اخرى باش نفكر، راه مثلا ندير دموع مثلا ندير بصله كندير حتى حاجه، مثلا نفكر في شي حاجه اخرى ما حتى شي حاجه، كنبكي حيت سعاد داكشي انت تحس به سعاد تحس به انا، كيجيو عندي الناس كيسلموا عليا خصوصا الدراري الصغار يزعوا عليهم بزاف. ماشي حتى في لي ريزو سوسيو الحمد لله، لا سوغ فيسبوك سوغ سناب شات الانستغرام الحمد لله كيجوني بزاف ديال الميساج، وكنحاول نجاوب على الناس كاملين، يعني كندير لي بجهدي باش نجاوب الناس كاملين، وصافي بليزير الحمد لله. ان فهمتي يعني واحد نقدر نقول لك ماشي 100% ولكن نقدر نقول لك واحد 96 و 98% ديال الناس اللي كيبغيوني واللي يعني كيصيفطوا ليا دي ميساج من المغرب من العالم كله ماشي غير من المغرب، يعني كيجوني بصح دي ميساج من العالم كله، من الامريكان من لانجلتير من كندا فرنسا ايطاليان الحمد لله صافي بليزير والله. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.